بيحاولوا يشتروا قنوات وقواعد إعلامية تدافع عنهم أثناء المرحلة اللي فاتت وتهاجم العبد لله. ليه؟ لو هما مش مشغولين. هتقولي طب ما عندهم قنوات كبيرة بتكلموش فيها ليه؟ كل ده هنرد عليكم فيه النهاردة. خليكم معانا في حلقة 8 دقايق لذيذ لذيذ. أول حاجة إن إحنا الناس دي، والأول مرة أقول الكلام دوت، المحامي بتاعه تواصل مع المحامي وقال له عايزينك تشوف قنوات بس إحنا ما بنحبش نكلم قنوات. قال لهم أنا أعرف قنوات وأعرف قنوات كويسة جدا. قالوا له أعمل قنوات تهاجم أكرم سلام مباشرة وكريم علي، ماشي كويس، وتشكك الناس في مصداقيتهم ويضربوا فيهم، بس مننا ليهم لا، بس هم حاسين ان هم اعلى من الناس. انا مش عارف انت متر سمسار يعني ولا ايه بالظبط، انا مش فاهم. مهم المحامي بعت لمين، والاول مره افصح عن السر ده، بعت لصار الاعلام احمد رجب مذيع قناه الحياه، واتحدث معاه وقال له احنا عايزين قنوات وعايزك تطرح القضية اعلاميا، الناس دي مظلومة، مفيش بيتكوين ومفيش الكلام ده كله، وان كل دي اشاعات، ونركز ان دي عشان مشاهدات وناخد الناس في الاتجاه ده، والناس دي بتدفع كويس ويوي، وانت عشان جوه السوشيال ميديا وليك جمهور، عندك قناة فيها 300,000 تقريبا او 350، وعندك علاقات متشعبة بقنوات اليوتيوب، عايز كل القنوات دي تضمها، وهم هيحصل فيه دعم مادي وهيحصل فيه دعم كمان على القنوات، بس مش قنواتهم زي ما كانوا بيرفعوا لي كده، بس قنوات تانية بتاعتهم، بس ما حدش يعرف عنها حاجة. فقال له ماشي، ايه بقى المطلوب؟ طبعا احمد ملوش في السكة الشمال دي، بس اشترى منه. قال له اكرم وكريم لازم الناس كلها تتشتت وما يعرفوش الصح فين والغلط فين، والعيال دي ما عملتش حاجه، والعيال دي كويسه وما فيش بيتكوين، وده كان عايز يعملوا له اعتذار، واعتذار عن ايه؟ واحنا كنا لسه اتخانقنا؟ الله يخرب بيتك، ولا عايزين اعتذار وربنا، ولا عايز اعتذار من مين يا ابني؟ دول صراصير ومش عارف كانوا عايزين ايه وايه وكلام كتير كده، بل والتوكيلات اهي والكلام ده كله. ساعتها انا عرضت لكم التوكيلات، فا اوتوماتيك احمد اخويا وحبيبي فكلمني قال لي 1 2 3. قلت له ولا كأن في حاجه، والله عايز تقابله قابله، عايز صور معاه صور معانا، الموضوع بالنسبه لي عادي، بس مش هيبقى عادي لو حصل في تبلي، انما لو هتمشي الموضوع بحياديه وهتقود لهم حمله بما يرضي الله، ما فينا كنت انا او كريم تقوله وما علينا تقوله ماشي. قال لي لا، دي الحمله في اتجاه واحد، مفيش ضمير، يعني اللي فيك حلو يبقى وحش واللي فيك وحش يبقى اوحش، هي كده، والناس دي كل عيوبهم تستخبى وتظهروا في صوره ملائكيه مقابل حاجات كتير بقى. قلت له طب انت شايف ايه؟ انا بساله بقى. قال لي لا طبعا انا عمري ما اعمل الكلام ده، مش عشان انت اخويا وصاحبي، بس عشان خاطر انا ضميري اشتغلت في اكبر قنوات، قناة الحياة برنامج مهمة خاصة، ما يسمحش ان اشترك في عملية ملوثة زي دي. لو الناس دي كويسة وهم مش وحشين هيشتروا منصات ليه؟ هيحاولوا يشوهوا الناس ليه؟ هيقولوا عايزين نجمل في نفسنا ليه؟ عشان هم يعلموا جيدا بعيوبهم ومقذراتهم، ولا انا غلطان؟ امال انا كنت جبت التوكيلات اللي كانوا عاملينها ليه؟ وجبت فويسات المحامي اللي انا عرضت لكم كام فويس بيشتمنا، عرضت لكم فويسات بس بيسبنا انا وامي وكريم وامه من غير ما يعرفنا، ما يعرفناش، لمجرد انه قابض ومتحول له فلوس وبيقول لك جاي لي مبلغ كويس من بره عشان يشتري المنصات اللي بدات تظهر علينا.